زمن الإسلام الحرب فشلنا اثنين، الاستعجال بتاع الغنائم وقتل الأسرة، الغنائم وقتل الأسرة دير فشلنا كده في المعركة. عشان ذاك لازم الناس يا جماعة اللي قلت لك حاجة كلها خلها معاك، ولا لبيت فيه خرطومك ده، لكن ما تحاول تشيلها وتجري بيها عشان تمشي دار تهشش، ولا دار تمشي تاخذ راحتك في دارفور هناك. راحة ما في يا جماعة، كل أسرنا كل أهلنا كل دمنا كل الأبطال كلهم ماتوا يا جماعة، نعم ماتوا الناس دي كلها ماتت. نعم شنو حلوك انت؟ مالك ولا عربيتك الشايلة ماشي بيها دي حلوة؟ شنو ما انت حلوة يا جماعة؟ نعم عليكم الله، الحاضر بلغ الغاية، والناس اللي بيجوا عشوائيين خشوا مع الناس وبينشوا بيلقوا لهم قناة ومرقوا يا جماعة. أي زول بيعرف لي زول زي ده يكلمة دار تحارب حارب مع الناس قديم، ما دار تحارب ما تتقنم وتجر تز فشل الناس. اي زول بيعرف لي زول خليه يتكلم، والحاضر يبلغ الغايب والمعلومه يوصلها بصوتك في اي جروب تاني. نداء عاجل يا جماعه، الناس اللي بتشيل القناه ومارقه من الخرطوم، ما تفشلوا المعركه، ما تفشلوا الحرب، ما تنصروا العدو في الناس يا جماعه، ما تنصروا العدو في الناس يا جماعه، ما تبيدونا اكثر منه، ما تدوا صخره انه العدو ده يتنصر فينا تاني، ما تدوا صخره انه الناس يلقوا لنا نقطه ضعف فشل، يلقوا لنا نقطه ضعف يستغلوها في الاعلام، طلعونا نحن ناس قنايم وبنسرق حق المواطنين وجينا بس دارين فوائد وراجعين دار يا هسه كده انت ما اثبتت انك انت حرامي وقاعد توصي احدك وقلت لهم يا جماعه الكلام ده انشروه في كل الجروبات ما تفشلونا في الحق. يا انت دي دوله يا جماعه، ما في مليشيا بتحكم دوله، ما في مليشيا بتحكم دوله، ما في مليشيا بتحكم دوله. انا دي الناس اقسم بالله انا بكن الاحترام والتقدير للكلب، شفت انا بكن الاحترام والتقدير للحمار، شفت الحمار انا بكن له الاحترام والتقدير. ليه؟ لانه الحمار بفهم، الحمار بيفهم. الناس دي اللي حس يا جماعه الشعب السوداني 40 50 مليون ده كله ضدكم، ضدكم لسه انتوا دايرين تنتصروا على الشعب السوداني. واكدت تاكيد تمام، انا ما قلت لك، انا قلت لك انتبه، تلفوناتكم دي كلها مراقبه، وحق الناس اللي سرقتوا ده ما هتمشوا ما هتوصلوا، بنشمشم ريحتكم في اي محل انتوا قاعدين. نمشي قدام نكمل ليه المقطع الصوتي ده، شوف اكد تاكيد تمام، ثبت لكم يا ناس ناس الخرطوم، شايفين الجنجبيتي؟ عشان ما في جنجبيتي يا خالد، ياهو ده شاهد شاهد من اهلها. دارفور دي ما حتلزم الناس اذا الخرطوم دي سقطت يا جماعه، الموت الحاصل ده ترى بوجعنا، الناس دم الدفق ده ترى اغلى من الحديد واغلى من القنايه واغلى من كل شيء. نداء عاجل لكل اللي بيسمعنا يا جماعه، يا جماعة أثبتوا أثبتوا، فضل لكم البسيط، الناس ما تسقر قلوبها للقناعم وتسقر قلوبها للحاجات دي. وأي زول لقيتوا شايل حاجة ماشي احتفاظا لروحها واحتفاظا به ما تخلوه يا جماعة، بالذات الناس شغالين في المنظومة العسكرية ما تخلوه. بالنسبة للأهل الساكنين في الخرطوم، الناس اللي بيجوا بيقعدوا معاكم في بيوتكم بيمشوا بسرقوا عشان دارين يمشوا ويقبلوا دارفور برضو أمنعهم، قدموا لهم النصيحة، زول داري يجي يقعد باحترام يقعد، لا لا داري يمشي يغني مشان يرجع برضو امنعه، داري يمشي يقاتل عديل مع الناس زيل وخليه يقيف مع الناس زيل، وبعد ما الحرب دي تنتصر المصلحه كبيره يا جماعه، انت بتحارب داري لك دوله، لازم يكون فهمك كبير يعني اكبر من حاجه اسمها غنيمه عشان تمشي بيها بلدك، غنيمه لقيتها تقدر تلبيتها تقدر تحتفظ بيها تحتفظ بيها في الخرطوم عندك، ما تقبل ورا. شوف الكلام ده، شوف يا سوداني يا طيب يا مسكين انت، قال للناس القاعدين في الخرطوم وانصحهم الناس اللي انتوا قاعدين معاهم في البيوت مرصودين بيوتكم جد، والله قسما بالله اللي طرشكم اليوم اللي خلاكم جيتوا الخرطوم وعاونتوا الجنجويت، والله قسما بالله بيوتكم دي جت نبيئه، ونطردكم جد سودانيين نطردهم خليهم شو يرجعوا مهجة يرجع كردفان ولا يرجع دارفور، بيوتهم نديها للناس الغلابه والمساكين القاعدين في الخرطوم، الناس الواقفين مع الجيش، الواقفين مع الوطن، نكن لهم الاحترام والتقدير، نطردهم من بيوتهم. اي دور اول الجدويد لازم نطردهم. شوف قال لك الناس القاعدين في الخرطوم وانتم قاعدين في بيوتهم، ها نبهوا الناس ما يشيلوا الغنائم بس ويجوا، ده واحد. قال انت فهمك لازم يكون اكبر من كده، لانه انت داير دوله، بالله في زول سوداني بيقول انا محتاج للدوله، ما اصلا انت سوداني كده اوريدي، عشان تعرف الغجر ده انه جاي من برا وعاونوهم الناس اللي قاعدين نركب القدام والجدار، يتركبوا القدام والجدار ضد الدخول. تحياتنا لمين ناركم منا، والله انا رغم خلافي معك لكن برنامج اللي قلت ده انا والله متكيف منه جدا، انا لسه جايك طبعا يا مني ولسه ما خشيت اللايف. رقم
التكنولوجيا الحديثة والفنية والصواريخ. أنا رقمي خلافي معك لكن مبسوط منك جدا لأنه هتركب الجنجويت والجنجويت هيركبك، وأنا ده من مصلحتي أنا كونك أنت تركب الجنجويت. يا الله يا أخي مالك يا قدام يا قدام يا مرشال يا فل يا قدام يا مني أركو 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 مناوي يا كون الجنجويت تركب ويركبك ده يا أخي أنا بكون مبسوط جدا، ما بالضرورة تجيني. طيب شفت اللي يبدأ كيف؟ سلامات يا أخ كريم وكل الأهل في الجروب الخاص ده. طيب طيب ده 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 حاجة خاصة خلوها. طيب طيب شايفين يا جماعة شايفين اللي يبدأ، أنا المقطع ده بشيره هنا عشان بعدين بكرره لكم لأنه فيه نقاط مهمة جدا بعدين بعد آخر الله كده بكرره كويس. أنت خليك قاعد تيجي هنا أنا بشير هنا. طيب 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 نمشي قدام. شوف الجنجويد شوف الجنجويد يا جماعة. أول حاجة نجيب البرهان ونجيب الجنجويتي، الخط الجنجويتي في بيته يقتل والجنجويتي يقتل. أقول لي سوداني ولا زفت السين، أزور الخط الجنجويتي في بيته يقتل والجنجويتي يقتل. والله يا أنا بوصيك لأنه شفت الزول الأول الجنجويتي في بيته. ما نحن الكلام ده نحن قلناه، الناس السودانيين اللي قاعدين معانا في إقليم دارفور هم اللي جابوا الجنجويتي من برا، ما البرهان. البرهان ده ما أداة بس، البرهان والبشير ده كانوا أداة. لما جوا الإدارات الأهلية وجوا لموسى هلال، موسى هلال جاب هيمتي والناس القدام هم اللي تعاونوا مع الناس الجداد. الناس القدام هم الناس اللي تعاونوا مع الناس القدام الجداد كترونا هنا عشان كده تتركبوا جد تتركبوا كده لما تتكيفوا ده. والله العظيم قسما بالله جد قديم جديد اتركبوا ركبه كده لما تتكيفوا. انتوا لسه انتوا ما انتوا لسه الله عليكم الله غضب عليكم المهم كويس. الناس تعبوا والناس كده وبتاع ونحن لسه ما استخدمنا القوة المميتة، لكن بعد ده هنركب راس. لبس كاكي وشال بندقيته وقال بعد ده تاني خلاص نستخدم قوة المميتة. يعني القوة المميتة ده البيت ده فيه شنو جنجويتي يب متفيا صاحبي حوزر وتسردي و100 ملي والراجمة كاتوشة والراجمة 30 و40 يم يم جوا دق زي دق الطيران يتحركوا قوة مميتة. أنا قلت لك الله أكبر عليك يا جنجويت الموت جاك مني أركم النار أنين معناته الموت جاك. وقال للمواطنين أي دور يشيل بندقيته معناته الله عليك يا جنجويت الموت جاك. أنا أبشر حرب ده الحرب الأهلية ما زي ده. الحرب الأهلية ده بيكون ال 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 في الدولة الواحدة الناس بتقسموا على قسمين، لكن الآن الجنجويت السودانيين 20% و80% ما سودانيين. يلا السودانيين نسبة 80% أو 90% ضد 10% دي جنجويتهم على قديم على جديد. أنت جنجويتي بس أنت ما جنجويتي ده ما بسأله كان قديم ولا جديد. مسح إسكات قوة حاجة اسمه قوة بتاع الجنجويت ده لأنه الآن التطشرات الموجودة اللي بتجي من أفريقيا الأسطى، التطشرات الموجودة المخزنين كان والتطشرات الموجودة المشترين الجنجويت بقروشهم ناس دارفور. أي زول الموت جايكم ما ضربتوا ضربة من حديد، ما فتشتوا الجنجويت في معاقله، ما في حاجة اسمه قال أنا اشتري بندقيتي ونوت في البيت لا من يجيني بعد ذاك ندافع. لا هجوم، الهجوم خير وسيلة للدفاع. هيا فنحته انت ما انت بقول لك يا اخي احنا والله والدين وكده اقرا السير اقرا السير النبويه وجيب لكم مسلسل كده مسلسلات اللي انتم شاهدتوها مسلسلات الدينيه ارجولها زمان كويس. كل الصحابه يقول لك فنحتم الهجوم خير وسيله للدفاع. انتم تهجموا ثاني ما تنتظروا في بيوتكم بيتقش واجي بدقوكم بمضادات زي بتاعت مسرده بحرقوكم جنب انتوا منكم بخلوكم ثاني مشتتين في الاعراب. فالهجوم خير وسيله للدفاع فلنهجم هيا فلنهجم تهجم بس ما عندك اي خيار ما عندك اي بديل تهجمه. 60 نفر بجاي 100 بجاي 300 بجاي 1000 بجاي قنيس تعرفوا قنيس تدقوا شبكه زي ده تنتهوا من حاجه اسمه جنجويت. انا بوصيك ابيت كلامي تموت تلقى نفسك انت في الدنيا ما في والروح دي مره واحده بس. نمشي قدام نمشي قدام الله نمشي قدام.
نمشي قدام نمشي قدام نمشي قدام. طيب في واحد جنجويتي رباطي قاتل قذر مجرم.